أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج فكر وفن، وسنتابع في هذه الحلقة طارق الناصر، أبرز مؤلفي الموسيقى التصويرية للمسلسلات العربية، سيأخذنا معه إلى عالمه الساحر. مهرجان قرطاج الثقافي في تونس يعود بعد عامين من الاحتجاب بمشاركة فنية عربية وأجنبية كبيرة. كتاب الجوهرتان العتيقتان وأول وصف للجاذبية الأرضية قبل نيوتن بثمانية قرون. المسلسلات الدرامية والأفلام تكتسب زخمها وتأثيرها بشكل كبير عبر الموسيقى التصويرية الإبداعية، فكيف لو كان مؤلف هذه الموسيقى التصويرية الملحن البارع والمبدع والمخضرم ورائد الحداثة الموسيقار طارق الناصر؟ أعمال درامية شهيرة ارتبطت موسيقاها باسم طارق الناصر، ولا تزال ألحانها تطرب من عاصروها واستمتعوا بدقائقها وأحداثها حتى اليوم. نستمع معا إلى مقتطفات من إبداعات الموسيقار طارق الناصر. ونرحب بضيفنا من العاصمة الأردنية عمان، الموسيقار والملحن أستاذ طارق الناصر. أهلا بك عبر فكر وفن وعبر سكاي نيوز عربية. ماذا يعني بأن تكون من الرواد في سن مبكرة من تسعينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا؟ وماذا يعني لك التجديد الموسيقي كما يصفك النقاد؟ أول شيء مساء الخير لقناتكم ولك ولضيوفك والمتابعين. يا هلا. التجديد هو الحياة، يعني التجديد ضروري مشان يعني تستمر الحياة، هي هيك، هي سنة يعني، كان يعني هي ثابتة. أعتقد
رأيي أنا الشخصي، بس إنه التجديد لازم يصير، لأنه المولود الجديد شوف شو بيحمل، يعني الواحد الأصغر من نسمة نشوف شو وين رايحين وهكذا. فالجديد ده دائما معاه، ومعاه طاقة بيجي كمان، يعني بيجي معاه يعني فعل كامل، عرفت كيف؟ فهو كثير مهم، مهم مهم جدا. هذا مشان تضلك تقيس انه انت هل انت جديد ام لا، عرفت كيف؟ هاي بالعموم، فلازم يعني حتمي تعمله مشان تضل عايش والحياة حلوة، يعني بتحسها مع هذه الإيجابية. كيف تصف المراحل التي مررت بها عبر الكثير من المسلسلات الشهيرة التي كرست ذاكرة للجمهور العربي؟ كثيرة ومختلفة ومتعرجة أيام وصعبة في أوقات كمان تكون، ومفرحة ومبهجة لما بتشوف ردات الفعل برضو بتلتقي، لأنه بالجمهور بتعرف شو تركت أثر. هذا جزء ثاني من التجربة بكون، وهذا كثير مهم. أنا يعني اللي بيعمل لي يومي لما بشوف أي حدا سامع من موسيقتي وعم بحكي لي كيف عم بحبها أو كيف هي، هذا لحاله الحمد لله ولا أحلى مني ببساطة. يعني ما بعرف، يعني هناك خلطة ساحرة اليوم في هذه الموسيقى تحديدا للمسلسلات، هل هنالك سر وراء هذا الإبداع؟ كيف تعمل على ربما المحتوى، على السيناريو تحديدا للمسلسلات التاريخية؟ يعني كيف تدخل في هذا الجو لتصل إلى هذه الدرجة من الموسيقى الإبداعية الخالدة؟ كل ما هو متاح، يعني كل شيء بيقدر يعطيني انديكيشن او يعني اشاره او توضيح او زياده فهم او معرفه اكثر في القصه نفسها اللي عم بشتغلها، ما بوقفه بتاتا. اي شيء شو ما كان، قطعه اثريه، قطعه موسيقيه اثريه، اي شيء بالمحتوى في المكان، المكان والزمان برضه برجع تعيد بناء التجربه انت بالطريق. فالعلاقة مع المخرج، مع السيناريو، موقع التصوير، القصة الأصلية وين صارت، كل هذه العوامل جغرافيا، خلينا نحكي مثلا حسيا بجلساتك الخاصة مع المخرج اللي بيسرب لك، لأن العلاقة بين المخرج والموسيقي دائما أنا بشوفها كثير حساسة، فهو بيسرب لك أفكاره مشان ما يقتحم عليك. وهي المخرجين الأفاضل لما بيشتغلوا بهاي الطريقة بيكون ممتع الشغل، عرفت كيف؟ لأنه بيعطوك الثقة خلص، بس هو بيسرب لك إحساسه، عرفت كيف؟ هلا هون هذا بصير بحملك مسؤوليه، وبتصير بيزيد سرعه البحث، عرفت كيف؟ بتصير بدك تبحث اكثر وتعرف اكثر عن هاي القصه. ويمكن اكثر مثال انا دائما بقيس عليه في اعمال يعني سابقه، لكن اللي كانت مقاييس فيه يعني محسومه وحلوه، مسلسل الملك فاروق مع الله يرحمه الاستاذ حاتم علي. هذا صحيح. هذا بالنسبه لي كان تجربه على اكثر من معيار، عرفت كيف؟ تسجيله كان برضه في بلاد غير عربيه يعني مبدئيا، عرفت كيف؟ لكن برضو أضافت إشي خاص لهذا العمل، واجتهدوا الكل، طلع عمل فخم يعني فعلا، يعني مقدر على أكثر من مستوى، وفتح مرحلة جديدة حتى في صناعة الموسيقى، لأنه جرأنا وقتها قدرنا نجيب أوركستريشن لداخل المسلسل. قبل ذاك التاريخ كان صعب، كان صعب الإنتاج والهي يعني. طيب أمام ضخامة هذا الإنتاج صعب. اليوم تتحدث بأن الدمج بين الآلات أيضا خطير. يأخذ هذه الموسيقى إلى الحداثة، ولكن هنالك أيضا تجريب في موسيقى طارق الناصر تصل إلى حد أيضا الإبداع. كيف تربط اليوم بين هذا التجريب والوصول إلى هذه إلى القمة في الإبداع، وبين الدمج بين آلات موسيقية؟ وعطيتنا مثال أوركسترا أوروبية اليوم عزفت هذه المؤلفات. نعم. نعم، تكاد تكون أوروبية، يمكن بيطالبوا يكون لا أوروبيين فعلا، كانت يوروبيشن في إحدى السنوات كان عندي. بكل الأحوال هي صناعة، تمام؟ الاهتمام بعده بطيء فيها، بطيء جدا للأسف. يعني كل وين وكل كل حقبة الموسيقى، عم بحكي عن الموسيقى هلا، بالتصوير، بالتجديد، بالكاميرات، بهذه التفاصيل هاي بالعكس بيحققوها لانه هن فريق واحد، لكن الموسيقى انها منطقه ثانيه، بيتعاملوا مع استوديو، مع موسيقيين، مع اوركستريشن، قصه ثانيه طويله مختلفه. لما بكون فاهمها المخرج بيتيح هاي المساحه لانه يصير في انتاج، لما بصير في انتاج تظهر الموسيقى هي جزء من الرفاهيه في الحياه، تمام؟ وهي كمال مخمل وكمال حرير، عرفت كيف؟ وكمال الكشمير، وكما عرفت كيف، هي تكستشرز، وهذه التكستشرز محققه لما بتسجلها على اصولها طيب. تطلع تظهر، وهذا اللي صنعوه خلينا نحكي هوليوود بين قوسين يعني، او الصناعه اللي عم بتصير صناعه التي في، ولا هذا بيشتغلوا عليه مزبوط الموسيقى حصر.
طيب من يستهويك اليوم من الموسيقيين العرب؟ هنالك البعض من يربط بأدائك على المسرح تحديدا بين طارق الناصر وزياد الرحباني. لا استاذ زياد الرحباني استاذ، انا بحب اتعامل مع الشغلات كما هي، لانه انا كنت في جيل صغير وكنت بسمع لموسيقته وانا صغير، فتعلمت، هو بالنسبه لي معلم زي الاستاذ عمر خيره نفس الشيء، بس بكل الاحوال يعني تعلمت منهم كيف بيتعاملوا مع الالات، بيتعاملوا مع الموسيقى ومع جملهم ومع جمل الكون اللي عم بتصير كل الاحوال، يعني كونهم كونيين. بس انا يعني بعز علي الله يرحمهم فانجلس ونيو ماريكوني قبل سنه، عرفت كيف؟ هذول عزيزين، هذول من صانعين الموسيقى العالميه اللي هن وزن، وانت ايضا من صناع الموسيقى العربيه، وفعلا يعني نفتخر بهذا الابداع الكبير وهذه الموهبه العالميه. اشكرك جزيل الشكر الموسيقار والملحن طارق الناصر، كنت معنا من داخل استوديو في عمان في هذه الاطلاله الخاصه عبر فكر وفن وسكاي نيوز عربيه. فاصل قصير ونعود لمتابعة فكر وفن. يعود مهرجان قرطاج الشهير في تونس لألقه في دورته 56 بعد احتجاب لعامين بسبب جائحة كورونا رغم عدد من العوائق. يعد مهرجان قرطاج حدثاً ثقافياً متميزاً على الصعيد المحلي، الإقليمي والعربي، الإفريقي والمتوسطي وحتى الدولي. شارك في هذه الدورة عدد كبير من الفنانين العرب والأفارقة ومن آسيا وأوروبا وأمريكا، وقد جذب الكثير من الحضور. رجعنا نتنفس فن، هو شعار الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي اللي باش يتم تنظيمه ابتداء من يوم 14 جويلية إلى غاية 20 أوت 2022. بدون أي شك مهرجان قرطاج هو أهم مهرجان في تونس، لكن أيضا هو مهرجان عنده مكانة ومهرجان متميزة في محيطه المغاربي والعربي والإفريقي. حتى ما ينكر أن مهرجان قرطاج أحسن من أحسن مهرجانات في الوطن العربي، واستضاف كثير من الفنانين العرب معناه، وحتى الأجانب من الفنانين العالميين، ونحن فرحانين بالرجوع بعد الغياب هذا كل. بالنسبة للسناء حاولنا يعني أنه مهرجان قرطاج الدولي باش يبقى عنده يعني هذا التميز البعد الدولي، لكن في نفس الوقت حاولنا الانتصار للفنان التونسي وخلق أكبر فرص عمل بالنسبة ليه، خاصة وأنه كما تعرفوا مهرجان قرطاج الدولي وغيره من المهرجانات الأخرى في تونس وفي أكثر بلدان العالم وقع يعني حجبها مدة سنتين كاملتين، إذك علاش حاولنا الانتصار للفنان التونسي لكن دون يعني المساس بالبعد الدولي المتميز لهذا المهرجان. إذك علاش باش نلقاو بعض العروض، باش نجينا من كوريا الجنوبية، من فرنسا، من الولايات المتحدة، من لبنان، من سوريا، من فلسطين، من مختلف أنحاء العالم. كانت سارة جداً،
حلم من أحلام أخونا عبد الحميد تحقق. فرحة لا تعادلها فرحة. عمل تونسي يفتتح مهرجان قرطاج، هوش عمل أجنبي معنا تونسي لحما ودما. بعد 3 سنين كوفيد رجع فيستيفال دو كارتاج، شيء يعمل كيف، فرحانين على الاخر، رجعت لنا هكا الفرحه وتنعويشه نتاع التوانسه، وفرحانه برشا بصراحه والله. تعديت سهريه تهبل وفرحانه لرجع الفيستيفال دو كارتاج. أول حاجة اللي حسيتها كي دخلت لقيت كارتاج منين فرح. الفرحة دوك تشوفها عند صغار عند كبار، احنا هذيك اش نحبوا، نحبوا البهجة موجودة عند الناس الكل. يعني الرؤية الفنية للبرمجة بالنسبة للدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي تتمثل في أنه تكون برمجة متميزة ومتنوعة في الآن نفسه. متنوعة يعني ما حاولنا باش يكون المجال مفتوح لجميع الأنماط ولجميع الاتجاهات الفنية. هذه البرمجة متوجهة إلى جميع الشرائح العمرية. أنا فرحان جيت اليوم العرض هذا تاع البي جي اي، عجبني ياسر، و برشا غنيت جدد وغنيو برشا غنيت باهين، و ان بو سبيكتاكل، وان شاء الله يعاودوا يرجعوا تونس. ومنرحب من العاصمة تونس بالأستاذ شكري بن نصر، عضو الهيئة المشرفة على تنظيم وإدارة مهرجان قرطاج الدولي. أهلا بك أستاذ شكري. ماذا تعني اليوم بالنسبة لتونس، بلد الفن والجمال والإبداع، بأن يعود مهرجان قرطاج رغم كل التحولات السياسية، وأن يقدم هذا البرنامج المتنوع العربي والعالمي، وأن يحمل العنوان الانتصار للفنان التونسي؟ شكرا جزيلا، أهلا وسهلا ومرحبا. طبعا عودة مهرجان قرطاج في دورته 56 بعد غياب دمى سنتين يأتي في ظل ظرف سياسي واجتماعي واقتصادي عصيب جدا بالنسبة لبلدنا تونس، ويمثل متنفس في ظل الضغط النفسي المتواصل، حيث تميزت هذه العشرية السوداء كما يسميها التونسيون بالعديد من الأمراض النفسية وارتفاع حالات الانتحار. فالفن يمثل متنفسا قد يمكن التونسي من استرجاع توازنه العقلي والفكري ويضفي عليه بهجة الحياة. يعني فقدنا في تونس طعم الحياة، والمهرجانات تأتي لتعيد إلينا طعم الحياة والبهجة والسرور رغم كل الصراعات السياسية والوضع الاقتصادي المتأزم. لذلك كانت أولى سهرات البرمجة يعني نفذت فيها كل التذاكر، خاصة في عرض الافتتاح الأول والثاني عشق الدنيا لعبد الحميد بوشناق. يعني كان تهافت كبير من الجمهور، وتواصل ورغم تواصل مدة العرض لأكثر من 3 ساعات فقد بقي الجمهور إلى الآخر وتمتع بالعرض وعبر عن ولعه وعن فرحته وعن ابتهاجه بما قدم إليه. هذا المسرح الروماني التاريخي، أجمل المسارح الرومانية في العالم، يستضيف أكثر من 12 ألف متفرج. ماذا يعني أن يكون البرنامج يلامس 50% من الفنانين التونسيين، 30% من الفنانين العرب، ويعني نحو 10% أيضا من الفنانين الأجانب؟ طبعا هو هذه أكبر يعني مدرج في تونس بالنسبة لاستقبال المهرجانات. وبعد طبعا بعد غياب من السنتين لم يشتغل الفنان التونسي فيهما، كان من الضروري وأنه يكون حضور معزز في هذه البرمجة. لذلك حاولنا الانتصار للفنان التونسي الذي يعني غاب لمدة سنتين مع غياب المهرجانات ومع غياب العروض الموسيقية والفنية والمسرحية. يعني كان لابد وأنه ننتصر
للفنان التونسي حتى يستعيد شيئا من عافيته ويقدم ما لديه للجمهور التونسي والعالمي. ولكن أيضا حاولنا الحفاظ على الطابع الدولي لمهرجان قرطاج، وهو بعث من أجل أن يكون مهرجانا دوليا منذ سنة 1964، فكانت البرمجة فيها فنانين من العرب وفنانين أوروبيين وأمريكان، يعني حاولنا استضافة عروض دولية. أستاذ شكري، في دقيقة واحدة، حفل الختام سيكون مع الفنانة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب تزامنا مع عام الثقافة التونسية المصرية 2022. ماذا تحدثنا عن هذا البرنامج وعن أيضا هذه الرسائل العربية، وماذا يعني عام الثقافة التونسية المصرية؟ طبعا احنا لما فكرنا في سنة الثقافة التونسية المصرية، كان الافتتاح، كان القرار قرار الهيئة المديرة، وانه يكون الافتتاح بعرض تونسي ويكون الاختتام بعرض مصري حتى تندرج هذه التظاهرات يعني في اطار التبادل الثقافي، ولكن ليس فقط بخصوص الثقافة التونسية المصرية، هناك أيضا استضافة وإنتاج لعرض يبرز الثقافة والتواصل بين الثقافة التونسية والجزائرية من خلال تكريم رابح درياسة المطرب الجزائري، وهو في إطار تعاون بين وزارة الثقافة الجزائرية ووزارة الثقافة التونسية، والذي سيكون فيه حاضرا فيه عبد الدرياسة ابن ونجل الفقيد رابح درياسة ولطفي بشناق والعديد من الفنانين الجزائريين والتونسيين. يعني حاولنا أن تكون هذا البعد العربي حاضر بقوة في هذا المهرجان. وطبعا طبيعة العلاقات التونسية المصرية الفنية هي ذات عراقة كبيرة وتبادل زاخر، يعني لم تنقطع العلاقة بين الثقافات التونسية العربية. وهذا العرض اخترناه لشيرين عبد الوهاب حتى سيكون محطة هامة في اختتام مهرجان قرطاج الدولي. ماذا يعني بالنسبة للمهرجان، إدارة المهرجان، نفاذ كل البطاقات والحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جيل من الشباب والمراهقين يصفون البرنامج، تحديدا الفرقة الكورية بيج، والتي استقطبت أيضا أعداد كبيرة ولاقت رواجا غير مسبوق لفرقة أجنبية وتحديدا كورية؟ طبعا احنا في المهرجان نستضيف يعني عروض حصرية لم تقدم من قبل في مهرجان قرطاج وفي تونس. يعني هناك استضافة لهذه المجموعات الشبابية التي تمثل الثقافة البديلة، وهي نتاج يعني شهرة في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الفئة الصغرى من الشباب. يعني طبعا احنا بهتنا بترحاب الشباب وصغار السن الذين استقدموا أبائهم لهذا العرض. يعني كان عرض متميز ومتميز جدا، ولم نكن نعلم وأنه مثل هذه المجموعات لها صيت كبير لدى هذه الفئة من الشباب، وذلك كان بفضل شبكات التواصل الاجتماعي. وطبعا كان الحفل ممتاز لأنهم غنوا باللغة العربية أغاني معروفة ومشهورة جدا مثل ثلاث دقات، يعني فكان ترحاب كبير بهؤلاء الكوريين. أشكرك جزيل الشكر. وهناك أيضا عروض أخرى شبابية. نعم، هناك عروض أخرى شبابية تمثل الثقافة البديلة، يعني مثل أدونيس من لبنان وجولترا ساوند من تونس وفرقة لباس. يعني هناك اجتهدنا لتنويع العروض وتنويع الاختصاصات الفنية والثقافية حتى نتمكن من الوصول إلى أكثر شرائح عمرية واجتماعية. أشكرك جزيل الشكر أستاذ شكري بن نصر، عضو الهيئة المشرفة على تنظيم وإدارة مهرجان قرطاج الدولي. نقدم لك كل التهاني بنجاح المهرجان
وبأن تبقى تونس رائدة للفن والجمال والإبداع. كنت معنا من استديوهاتنا في العاصمة تونس. كثيرون يعتقدون أن مفهوم الجاذبية الأرضية هو من اكتشاف العالم الإنجليزي الشهير إسحاق نيوتن، لكن هناك قلة قليلة تعرف أن هناك عالماً عربياً ذكر الجاذبية الأرضية بتفاصيل مذهلة قبل نيوتن بنحو 800 سنة. في كتابه الجوهرتان العتيقتان المائعتان من الصفراء والبيضاء نتعرف على شيء من هذا الكتاب ومؤلفه الحسن بن أحمد الهمداني. صحيح أنها رواية من روايات الخيال العلمي وربما منسية في عصرنا، لكنها تحمل أوجه شبه متعددة مع الواقع الذي نكابده في ظل انتشار جائحة كورونا. إنها رواية عصر الرصاص التي ألفها الفرنسي أنري فالك نحو عام 1922. فما هي حكايتها؟ إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فكر وفن. شكراً لحسن المتابعة ودمتم بألف خير. بأمان الله.